أحلى جل شاي في بستان أبو يوسف اللاموس هيا وفر العام في منطقة مدرة الطفان وهذا القفص مال العنب والمسبح القبلي شرفتنا أبو علي وايد أنت الشرف حيا الله أبو يوسف أنت جاهز متوفر والسيفس والقبط عراقي عراقي وإيراني كوكتيل وهذا رماش لأبو يوسف الشف أيوة أيوة عبير جامد ونشعر بالانجمال في منطقة بدر ودسان وقطع